طبقت الفريم ورك 17 طلاب انتبهوا هذا الموضوع بسيط وكل شيء يفيده حتى صف رابع بس الضوء اي correlation and reward partial tension تذكرون المفاهيم مالت العام centric occlusion والcentric relation راح تنعاد عليكم بصوره سريعه ثاني اجيب لكم تعريفها مثلا centric relation هاي تعرف الريست vertical dimension والocclusion vertical dimension شنو الفرق بين الريست والocclusion vertical dimension الريست vertical dimension لما البيشن صافي الاوكلوجال فيرتيكال دايمنشن لما هو يطبق اسنانه هاي مفاهيم عامه تعرفوها في الوصيه سنترك جورليشن شنو الفرق بين السنترك جورليشن والسنترك اوكلوجن هذا الفتح من يضغط او من بس انتبهوا على هاي النقطه طلاب يعني طلاب يوصلون صف خامس ويتيه بيراته إذا افتهمتوها من عندي هسه بعد ما تنسى هذا. من أقول لك centric relation. تعرف شنو centric relation؟ يعني هي علاقة الماندبل بالماكسيلا. لما يكون الكوندايل بالريست بوزيشن. إذا ما لي علاقة بالأسنان. ما لي علاقة الأسنان طابقات، مفتوحات، كراودد. ما لي. أهم شيء. لما يكون الكورونيد بروسس كوندايل بروسس بيت موست ريستروديد ان سترين بوزيشن لما يكون الكوندايل هنا هذا يسمونه ريست فيرتيكال او ريست ريليشن او سنتريك ريليشن اذا بدال اقول لك ريليشن اذا هي علاقه مو اوكلوجن من اقول اوكلوجن يعني اكو اسنان يعني هي وضعية الماندبل بالنسبة للماكسيلا لما هذا يكون في الموست ريتروديد بوزيشن ما لي علاقة بشكل الأسنان شلون ما يكون انطابقات خلي طبقة ليش السنتريك ريليشن يفيدني بالريست حتى من أسوي دينشر كومبليت مو بارشيال يفيدني لأن من أسوي دينشر كومبليت ما عندي أسنان يسوون أوكلوجن ضايع الاكلوجن مالتي فاسوي له كومبليت دينشر على وضعيه الماندبل اللي هو يرتاح عليها البيشن فقط بينما انا اقول لك انتبهوا على التعريف ايش قد مهم تعرف التعريف سنتريك جورليشن اتس ا موست ريترودد فيزيولوجيك بوزيشن ما جبنا علاقه الاسنان ولا طاري الاسنان ريترودد فيزيولوجيك ريليشن اوف ماندبل تو ماكسيلا اذا عظم بعظم اوكي when the condyles are in the most posterior unstrained position in the glenoid fossa from which lateral movement can be made at any given degree of jaw separation إذا ما له علاقة وضعية الأسنان شلون الماندبل يقعد بالجلينويد فوسا الكوندايل مالته هو هذا centric relation centric occlusion علاقة الماندبل بالماكسيلا لما يكون الأسنان بالشابكات تقريبا 90% من العالم من عندنا احنا يكون السنتريك اوكلوجن نفس السنتريك ريليشن 10% من يطبق اسنانه بهالشكل هذا ترى ما يكون الكوندايل مالته بالموسترز بوزيشن عنده مال اوكلوجن صح؟ بعبارة أخرى بالبارشيال من يفيدك بسنتريك أوكلوجن أو ريليشن؟ عندك أسنان أصفر بالكومبليت ريليشن أصلاً السنتريك أوكلوجن مو يمك لأن هي ماكو أسنان فهمت الفكرة؟ أما الإكسنتريك جو ريليشن فهي أني ريليشن أذر ذان سنتريك أوكلوجن وسنتريك ريليشن هاي إكسنتريك هاي إكسنتريك هاي إكسنتريك أوكي؟ كل حركات الماندبل أكلوجن أبنين تعرفوا
هو مستوى الاسنان الاقع. شلون جاي لات؟ انا اكلوجر بريم مالتي هيجي، اكو شخص اكلوجر بريم مالتي هيجي، اكو هيجي. يعتمد على شنو؟ على ارتفاع الاسنان الاماميه، ايش قد طالعه؟ اوكي؟ اذا هو imaginary plane related anatomically to the cranium. ليش؟ اسنان معلقه بالماكسيلا، الماكسيلا ثابت بالكرانيوم. اوكي؟ فاذا هذا هو الاكلوجر بلين. ليش مهم؟ ليش مهم نسجل الاكلوجر بلين؟ استاتيك. استاتيك، مو اذا ما سويته بهالشكل هذا ايش راح يصير عندك؟ الاسنان الماميه تحت ما تطلع. شفت شو عندك شفت؟ بالإضافة لهذا المفصل مالتنا احنا الأبر واللور هو مو هنج موفمنت، لا هو بهالشكل هذا، تمام؟ فهاي الحركة هاي مو مفصلية ولا هي اوبن كلوز، هذا المفصل بهالطريقة هاي هي فتح حركة، إذا تغير مستوى الإطباق مالتها كلها تتغير. أوكي؟ فكان مستوى الاطباق كلش مو ملازم يسجل. انا اذا كنت انت ما في صف ثاني انا بيهمني اجا بيشنت عنده بارشيال دنتشر تريد تسوي له اكلوجن، ايش كم طريقه عندك؟ خمس طرق تحفظوهم من خمس طرق وتعرف كل بيشنت شلون تسوي له سنترك. الطريقه الاولى هي دايركت كاست اوبوزيت، يعني اكو بيشنت ما بداعي تاخذ له سنترك بس تقعد كاست على كاست يقعد. من هو هذا البيشنت؟ هذا البيشنت فاقد سنيا ثلاثه، وضحت الفكره؟ اذا اول طريقه هي دايركت اوبوزيشن اوف ذا كاست. This should not influence the path of occlusion of the mandible. اذا البيشنت هذا ما يحتاج اخذ له سنترك. ليش داخل بس قاعد كاست على كاست؟ طلع السنترك مالته. رأس أنا قاعد على الارتكليتر وصفط أسنان، تمام؟ هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إذا البيشنت فاقد أكثر من سنين ثلاثة شو نسوي له؟ ناخذ له انتر اوكلوجر ريكورد. إذا شوية الحالة إذا عقد أجيب واكس وأخليه على شكل حرف يو وأخليه بين أسنان أخليه عض. عض على الواكس طلعت الانتر اوكلوجر ريكورد، إيش راح أسوي بيها؟ اقعد الابر واللور على اساسها واروح اصب ماونتنج. اذا الحاله الثانيه يوزنج اوف انتراكلوجر ريكورد وذ، هاي الحاله شلون يجيك السؤال؟ بيشنت وذ بوستيريور تيث ريمينينج، ايش تستخدم بهذه الطريقه وتجيب مكان 5 سنتيمتر بسكيو. اوكي؟ اذا هذا البيشنت ما دام كل البوستيريورات كاملات كلش كافي انتراكلوجر ريكورد. اوكي؟ بوستيريور مين يبدي؟ من الفور. من الفور وانت ماشي، اذا بعد ولا فور عنده مشلوع ولا مولر خلاص. اذا الانتراكلوجر ريكورد نوعين، يا اما تخيله واكس يا اما سجاير جديد زنك اوكسيد اجنول عصاره تخليها وتقول له عض. اوكي؟ وطبعا هذا بتفصيل هوايه ما جبت لكم اياه، انه ياها الاحسن وليش هذا احسن مو مطلوب. إذا الحالة شوية أعقد بالمرحلة الثالثة، إذا البيشنت عنده وحدة free end extension وحدة فقط بعد ما تفيد إلا تسوي له بايت مثل اللي اشتغلتوا عندنا، واخذ الفكرة؟ إذا any patient one have one or more distal extension area لازم تسوي له closure relation تنوخذ بالاكلوجن ريم سلا بايت او توث سبورتد ادنشلس سبيس از لارج، يعني حتى اذا ما كان عنده في ستيشن بس المساحه كلش كبيره لازم تسوي له بايت. وضحت الفكره؟ اذا هاي النقطه الثالثه. النقطه الرابعه شنو؟ النقطه الرابعه هي هم باستخدام الريكورد بيز،
بس مو بس تسوي له سنترك، تسوي له سنترك وفيرتيكال. مثل البيشنت اللي عنده upper maxillary denture against lower mandibular denture، هذا اوكي يسوي لي اياه بالبايت، بس البايت يسوي لي اياه مو ابو السنترك، ابو السنترك والفيرتيكال. يعني بالحال لازم شو تسوي؟ لازم هذا البايت تسوي قياسات، مو كيفك تسوي له بايت على وزن الاسنان وهاي هي، تسوي له قياسات ترجع على صف ثاني. ماي 18 22. اوكي، فاذا جورليشن ريكوردز ميد انتايرلي اون ذا اوكلوجر ريم، قصده بالجورليشن ريكوردز يعني الفيرتيكال والسنتريك. هذا لما يكون وين ايذر ارج هاز اونلي انتيريور تيث بريزنت، مثل هاي الحاله يعني البيشنت هو صحيح عنده ميسنج، عنده فريند اكستنشن، بس المشكله حتى الكنانات ماكو، حتى الفورات ماكو، بحيث انت بس انتيريور ميسنج، بس انتيريور بريزنت او اوبوزينج بوستيريور تيث دونت ميت. لان الاربع حالات كلهن سهلات، بس تركزوا لي بالحاله الخامسه. بيير ما اسوي وياه لا دايركت ابوزي ولا انتركلوجر ريكورد ولا حتى بايت ريب. هيجي بيشنت حتى من اسوي له بايت ريب ما اقدر اخذ السنترك، يعطيني سنتر غلط. هو اصلا ما مسيطر على حركات وجهه، عنده حادث، عنده نيورو موسكولر ديسوردر، عنده باركنسون ديزيز. هذا شو اسوي له حتى اسوي له سنترك؟ هذا ما يصير السنتر في العيادة. شو اسوي؟ تخيلوا البايت ريم مالتك انت تخليه بحق البيشنت، انتبه على هاي النقطة، تخلي البايت ريم بحق البيشنت ويقول له روح لبيتكم وتعالوا 24 ساعة. هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي كل الفانكشنال موفمنت على البايت ريم مالتك. بالحالة البايت ريم ما راح يسوي من شمع، يسوي من امبرشن كومبوند. تذكروا لو اخذنا صف ثاني وتخليه بحقه، ايش راح يرجع لك ورا 24 ساعه؟ امبرشن كومبوند بحفر للاسنان مالته الطبيعيه بيها كل الحركات، فتبدا عاد تصفط اسنانك على اساس هذا السنترك. وضحت الفكره؟ يعني establishing occlusion by recording of occlusal pathway نسميه طريق الاوكلوجن. شلون ده يصير؟ ما يسجل بساعة أو ساعتين، يسجل 24 ساعة. ف نعم؟ ما شو يتحمله؟ تسوي البايتن بطريقة بحيث يكون الثيكنس مال، تتذكرون صف ثاني من شنعلكم بكم سووا كلش يلمع وسووا بيه حافات. إذا سويت البايتن بهالطريقة هاي ومن من امبرشن كومبوند راح يتحمل وراح يروح حتى ياكل عليه. هذه الفكره؟ ويرجع لك تلقي الاكلوجن ريم مالته كلها بي، طبع الاسنان مالته بطريقه بحيث نشوف مو بس السن الطبعه مالته، الطبعه مالته والمجرى اللي اتخذه من دخل بالمكان مالته. وضحت الفكره؟ فقاعد لهن تصفط له اسنانه. اذا الطريقه كالاتي، تجيب البايت ريم مالتك اكريليك مكان الشمع، تخليه امبرشن كومبوند وتخليه بحلقه باللون، تعالي ورا 24 ساعه راح يجي لك البيشنت، تلقي انه طبعات الاسنان الحقيقيه مطبوعه على الريكورد بيس. وضحت الفكره؟ على الريكورد بيس اللي هو امبرشن كومبوند، بعدين تصفط اسنانه على هالوضعيه هاي. هاي كلش تفيدكم صف رابع، راح ينعاد الموضوع بشكل اشمل على البيشنت هي، بس عندك فكره مسبقه عنه. How to establish suspected occlusion for RPD؟ شنو الخطوات المنطقيه لاي occlusion، سواء بالطريقه الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه؟ شنو السيكونسز؟ شلون تبدي؟ اول شيء تحلل الاوكلوجن الموجود حتى تعرف وياه هو، حتى تختار طريقه. وضحت الفكره؟ ثاني نقطه تسوي كوركشن،
يعني ممكن اذا الاوكلوجن مالته كلش بيديفكت كلش قوي صلحه قبل تسوي سنترك، مو الاسهل؟ وراها تسجل السنترك، وراها تسجل اكسنترك، وراها تسوي كوركشن اوف اوكلوجن سيكفنسي. هاي الخطوات اجيب لكم الخطوه الثانيه هي ريكوردينج اكسنترك جورنيش. بالترتيب تحطوها. يجي منها سؤال الترتيب عندي كلش مهم. اذا انالايزنج تحلل مثل هذا البيشنت، نشوف هاي طريقه تستخدم له. لا اماني ما قلت لك عنده مشكله. هاي الطريقة الرابعة تعرفوا ليش؟ لأن الفيرتيكال ضايع عنده، طابة الأسنان اللور بالأبر. فالرابع حتى شو نحدد له؟ فيرتيكال هوريزونتال. إذا نتحلل الأكلوجن نتصلح. شلون نصلح أكلوجن؟ مثلا شوفوا انتبهوا على هذا البيشنت، أنا ايش سويت له؟ سويت له بارشيال دنشر وعليه أسنان على الأسنان الطبيعية مالته، ايش دا أسوي؟ افتح البايب مالته شويه. وضحت هاي الطريقه مال الكوركشن. تشوفون هاي الاسنان؟ هذا الاكريليك، هذا الابيض. هاي حشوه ضوئيه. فوق اسنانه الطبيعيه. لان البيشنت هسه هذا هو هذا البيشنت. شيء طار بشيء. يعني اللور داخلات بمكان الاسنان اللي تعوض هنا. وضحت الفكره؟ صاير عنده صاعد اوفر ربشن مو بس بالاسنان حتى بالبون. شوف البون هنا شلون صاعد. فهيجي بيشنت لازم تسوي له؟ اسوي له ترانزيشنال دنشر، اسوي له دنشر شويه اعلى من الطبيعي واغلف له اسنانه الطبيعيه باكريليك. اقول له روح شهر. هذا الشهر هو حلقه ما ينسد. اسوي له دنشر اني عالي شويه ما ينسد. شو اسوي له؟ اسوي ريهابليتيشن، أأهل الفم مالته لاستقبال بارشيال دنتشر الجديد. إذا هاي خطوات الكوركشن. مثلا هذا البيشنت سوينا له ميتال كرام أعلى من الطبيعي، أوكي؟ وبارشيال دنتشر عليه، لأن هاي الأسنان كانت داخلة ما عندها كل مكان حتى تدخل بالأسنان. إذا أعلي البايت مالته، أفتح البايت مالته، هذا ضمن ال correction of existing occlusal disharmony. Recurrent-centric, weak-centric هاي ما فيها. ورا ما تكمل تسوي correction بيش؟ بالarticulating paper. ما عندنا سؤال؟ محاضرات عبد الرحمن اعطيك اياها ان شاء الله. عندنا محاضرتين سابقه. اني محاضرتين هم نزلوا وياها. محاضرة ما تركز سبت عليها.